أحمد شوقي: إن التعاون قوة علوية تبني الرجال وتبدع الأشياء. والآن مع مديرة هذا الملتقى الدكتورة أميرة سمبس، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نقول إن ملتقانا اليوم غني بالمحاضرات القيمة لأساتذة أفاضل وأستاذات فضليات حرصوا على إثراء هذا الملتقى بعلمهم ورؤاهم والتبادل الخبرات والمقترحات والأفكار. وأولى وقفاتنا محاضرة قيمة تسلط الضوء على موضوع مهم، وهو معامل التأثير للمجلات العلمية. وفكرة معامل التأثير هو مقياس لأهمية المجلات العلمية المحكمة ضمن مجال تخصصها البحثي. فلابد للباحث الطموح الذي يريد التميز أن ينشر أبحاثه في مجلة لها معامل تأثير متقدم. فكيف يعرف هل لها معامل تأثير أم لا؟ وما مقدار معامل التأثير؟ حول هذا الموضوع يحدثنا سعادة الدكتور علي بن حسين الحوري. هو أستاذ اللغويات التطبيقية المشارك، حاصل على الماجستير من جامعة إسكس البريطانية في تحليل البيانات، وعلى الدكتوراه من جامعة نوتنغهام في تخصص اللغة الإنجليزية. قام بنشر 30 بحثاً في مجلات علمية مصنفة وخمسة كتب تخصصية، كما شارك في ما يقارب 40 مؤتمراً حول العالم بأوراق علمية، وحصل على عدة جوائز، منها جائزة الباحث الواعد وجائزة أفضل بحث وجائزة أفضل كتاب. والدكتور الحوري عضو هيئة تحرير في 7 مجلات دولية، وقام بتحكيم أكثر من 170 بحثاً، وقد انتخب مؤخراً في عضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية للغويات بجامعة الملك سعود، وكذلك عضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية لتعليم اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبد العزيز. نرحب بسعادة الدكتور علي حسين الحوري، فلتتفضل بإلقاء محاضرتك مشكوراً بحدود 30 دقيقة. أهلاً وسهلاً بالجميع، وشكراً على هذه الاستضافة. هل الصوت واضح والصورة واضحة الآن؟ نعم، الصوت واضح والصورة واضحة دكتور، بارك الله بكم، تفضل. نبدأ هذه المحاضرة حول معامل التأثير للمجلات العلمية نظرة ناقدة. وكما ترون أنه بما أن العنوان يقول نظرة ناقدة، فسوف ننظر إلى الجانب أو بعض نقاط الضعف في معامل التأثير وكيف يمكن معالجة هذه الأمور. فمحاور النقاش في هذه المحاضرة هو: أولا، ما هو معامل التأثير قبل كل شيء؟ ما هي الفكرة خلف معامل التأثير؟ وكيف يرتفع وينخفض؟ ما هي آلية احتساب معامل التأثير لكل مجلة؟ ما هي العوامل التي تؤدي إلى رفعه وانخفاضه؟ وأخيراً، ما هو رأي المنظمات العالمية في معامل التأثير بالنظر إلى بعض العيوب التي سوف نستعرضها في هذا اللقاء؟ طيب، ما هو معامل التأثير؟ عندما تذهب إلى أي مجلة علمية، عادة تكون في الصفحة الأولى، يكون يعني مثلا هذه المجلة هي Applied Linguistics، اللغويات التطبيقية. هنا يقول Impact Factor، معامل التأثير 5.741، يعني معامل التأثير هو 5. وعادة العرف هو أنه يذكرون 3 أرقام بعد الفاصلة العشرية.
هنا 5-year impact factor معامل التأثير لخمس سنوات. أنا لم يذكر خمس سنوات أو أقل أو أكثر، لأنه هذا الإمباكت فاكتور كما سوف نرى بعد قليل هو لمدة سنتين فقط، وهو المتعارف عليه للخمس سنوات. ثم ترتيب 1 out of 193، يعني ترتيب هذه المجلة هي الأولى من أصل 193 مجلة في تخصص اللغويات. طريقة حساب معامل التأثير. فمثلا لو أردنا حساب معامل تأثير إحدى المجلات في عام 2022، ننظر إلى عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة في السنتين 21 و20، السنتين التي تسبق هذه السنة، يعني 2021، وعدد الأبحاث المنشورة في 2021، عدد الاستشهادات على عدد الأبحاث نفسها. هذا باختصار هو فكرة معامل التأثير. ولو بغينا نترجم معنى معامل التأثير، يعني لو قال معامل التأثير هو 5، يعني إيش؟ يعني أن كل بحث في هذه المجلة التي معامل تأثيرها 5 يحصل على 5 استشهادات في المتوسط. هذا هو باختصار معنى معامل التأثير. معامل التأثير 2، يعني كل بحث يحصل على استشهادين في المتوسط خلال السنتين اللي راحوا. معامل التأثير 10، يعني كل بحث في المجلة في المتوسط يحصل على 10 استشهادات خلال، أو حصل على 10 استشهادات في السنتين الماضيتين. بالنظر إلى هذه المعادلة، يعني إذا زاد عدد الاستشهادات اللي في البسط يرتفع معامل التأثير، وإذا انخفض عدد الأبحاث أيضا يرتفع معامل التأثير. فهذه هي المعادلة. يعني لو أراد يعني بعض أحد المحررين أن يرفع معامل التأثير في مجلته، ما هي الطريقة؟ هذه هي المعادلة. يعني عدد يجي الطرق لزيادة الاستشهادات، أو يجي الطرق لتقليل الأبحاث المنشورة، أو كلاهما، ويؤدي إلى زيادة ارتفاع معامل التأثير. وسوف نتطرق بشكل تفصيلي أكثر بعد قليل عن هذا الموضوع. تاريخ معامل التأثير، هو طبعا فكرة معامل التأثير نشأت من شخص اسمه يوجين غارفيلد في عام 2017، وهو عالم لغويات أمريكي. أسس ما يسمى الـ ISI المعروف في بداية الخمسينات. الـ ISI هو اسم معروف للمجلات. في عام 92 اشترت شركة رويترز ISI واسمته تومسون ISI. في عام 2016 الويب اوف ساينس او الدارفية اناليتكس اشترت ISI وسمته ويب اوف ساينس. فابتداء من عام 2016 ما في حاجة اسمها ISI. لو بغينا نتكلم بدقة نتكلم ايضا بعد شوية ايش معنى هذا الكلام. ISI والاسم السابق لهذه المجلات، وهو ألغي في عام 2016 وأصبح الاسم الجديد هو Web of Science التابع لشركة Clarivate Analytics، اندرج تحت Web of Science تصنيف للعلوم الطبيعية يشمل أكثر من 8000 مجلة، تصنيف للعلوم الإنسانية 3000 مجلة تقريبا، للآداب 1700 مجلة، والإميرجينج يعني المجلات الناشئة والتي لم تحصل على معامل تأثير بعد، يعني سوف تدرج لاحقا في إحدى هذه التصنيفات، والكتب والمؤتمرات. فطبعا يعني باختصار معنى أن المجلة مصنفة باختصار شديد هو أنها مجلة مثل لما تقول جامعة حصلت على الاعتماد، لما تقول جامعة حصلت على الاعتماد البرامجي أو المؤسسي، إيش معنى هذا الكلام؟ أنها استوفت شروط الجودة. هذه هي، هناك شروط الجودة تأتي جهة الاعتماد، هل استوفت شروط الجودة أم لا؟ فإذا استوفت تعطى الاعتماد، إذا استوفت بعضها فقط تعطى اعتماد مشروط، إذا لم تستوفي لا تعطى الاعتماد.
فالإيمرجينج هو اعتماد مشروط. بعد كذا سنة تكون المجلة تحت الملاحظة، إذا استوفت الشروط سوف يتم اعتماده، هو تعطى معامل تأثير. وهذا طبعا شكل بياني يبين بداية الخمسينات عندما أنشئت الISI إلى أن أنشئت الويب أوف ساينس في التسعينات إلى الإيمرجينج سورسز في آخر الألفينيات، وكينج دو كلاريفيت أناليتكس في السنوات الأخيرة. أيضا الISI أو الويب أوف ساينس ليست الشركة الوحيدة التي توفر معامل تأثير، أيضا سكوبس المملوكة لإلسيفير توفر معامل تأثير، والمجلات المصنفة في سكوبس هي أكثر بكثير من المجلات المصنفة في الويب أوف ساينس، لأن الدخول في سكوبس يعتبر أسهل من الدخول في الويب أوف ساينس. هناك معاملات تأثير مزيفة، يعني إحنا نسمع أن هناك مجلات بدأتري مزيفة أو مفترسة، أيضا هناك شركات معامل تأثير أيضا predatory أو مفترسة، أيضا هدفها الربح المادي من المجلات، وتستخدمها المجلات الوهمية لإيهام المؤلفين بأنها مصنفة. فقبل قليل أنا قلت بأن الISI ألغي، وهذه معلومة مهمة أن كلمة ISI ألغيت الآن، وبعدما ألغيت جاءت شركة أخرى تسمى International Scientific Indexing وسمتها ISI وقالت سوى تصنيف الISI. هذا الISI ليس الISI اللي أنت في بالك القديم العريق يعني. فمثلا يجيك إيميل مثل هذا يقول لك مثلا Dear Doctor كذا I hope you are well، ودنا بحث من عندك إلى مجلتنا American Journal of Biomedical Science and Research ISI Impact Factor 0.823 like ISI Impact Factor، لكن ليس الISI اللي أنت في بالك. فأنت لو رحت الآن هذه المجلة طبعا بفلوس يعني تدفع مبلغ مالي عشان تنشر، فافترض أنك أنت انخدعت بهذا الإيميل وأرسلت بحثك إلى هذه المجلة ونشرت المجلة، بعدين اكتشفت أن هذه المجلة ليست مصنفة، قلت لهم يا جماعة ليش أنتم نصبتوا علي ليش أنتم كذا، يقول لك والله إحنا ما كذبنا في الإيميل، إحنا ما قلنا إحنا ويب أوف ساينس الISI. فهذه نقطة مهمة في وضعها في عين الاعتبار. يبقى المحور الثاني، كيف يرتفع وينخفض معامل التأثير؟ إحنا تطرقنا إليه قبل شوية، الآن نتكلم بتفصيل أكثر. استراتيجيات يقوم بها بعض محرري المجلات، النشر المكثف بداية العام حتى تتاح فرصة أكبر للاستشهاد بهذه الأبحاث، يعني هو لمدة سنتين، يعني سنتين أكاديميتين وليس 24 شهر السابقة فقط. فكلما وضع البحث الذي له قيمة في الاستشهادات في بداية العام سوف تتاح له فرصة نحصل على الاستشهادات. تقليل عدد الأبحاث المنشورة وزيادة عدد الردود والتعليقات والرسائل إلى المحرر، أن هذه العناصر التي تنشر ليس لها ملخص أبستراكت، اللي كل ما ينشر ليس له أبستراكت لا يدخل في عدد الأبحاث المنشورة، لكن الاستشهادات بها تدخل في احتساب معامل التأثير. فيقوم بعض المحررين أنه يزيد يقبل بسرعة الردود والتعليقات والرسائل، والإديتوريال يكتب إديتوريال مثلا افتتاحية ويستشهد هو بأبحاث المجلة بعض الأبحاث الجديدة في المجلة فتحسب في معامل التأثير. تفضيل الأبحاث المسحية والمراجعة المنهجية على حساب الأبحاث الأولية، طبعاً الأبحاث المسحية والمراجعة المنهجية مبنية على الأبحاث الأولية، من دون الأبحاث الأولية أنت ما تقدر تسوي مراجعات منهجية، فيكون هناك يعني بايس وانحياز للأبحاث المسحية، وهذا قد يكون غير عادل. يعني شخص لما يكتب بحث أولي أنت تروح تفضل البحث المسحي علشان ترتفع معامل تأثير المجلة.
ظل الأبحاث التي تتناول موضوعات ساخنة ومثيرة للجدل. أيضا هذا قد يؤدي إلى عدم العدل بين الباحثين. يعني مثلا لو هناك بحثين، الباحث ألف وعنده بحث، وجاء الباحث اثنين وعنده الباحث باء وجاء بحث. الباحث ألف حول موضوع ساخن ومثير للجدل، الباحث باء حول موضوع علمي. ولنفترض أن مستوى البحثين، جودة البحثين متساوية، قد يقوم المحرر باختيار البحث المثير للجدل لنشره، لأنه كل مجلة لها عدد، عادة عدد معين من الأبحاث سنويا يعني. فأجل الاستشهادات وكثرة الاستشهادات، فهذا قد يكون، بل قد يكون أحيانا البحث المثير للجدل قد يكون أقل قيمة علمية أو جودة من البحث الآخر، فيكون يعني ارتفاع معامل التأثير على حساب الجودة في المجلة. تحويل الأبحاث المثيرة للجدل إلى مفتوحة open access لأجل الاستشهادات، رفض الأبحاث التكرارية والأبحاث ذات النتائج السلبية، وهذا معروف علميا أن هذا يؤدي إلى bias في النشر العلمي، وأيضا عند المؤلفين أنفسهم يعني في bias في تحليل البيانات، وهذا يعني موضوع آخر وطويل. طيب، كتابة افتتاحية مثل ما قلنا، يأتي المحرر ويكتب افتتاحية في كل عدد ويستشهد ببعض الأبحاث في هذه المجلة فيرفع معامل التأثير. بعض المجلات تعقد اتفاقيات مع بعضها البعض أنهم يستشهدون ببعضهم البعض، وهذه لها مصطلح علمي تسمى citation cartels أيضا في التخصص في هذا المجال. تشجيع الباحثين على الاستشهاد بأبحاث من نفس المجلة، يعني في بعض المجلات لما ترسل لهم بحث، يعني اول خطوه ينظر المحرر الى البحث، اذا ما شافك تستشهد بابحاث من هذه المجله في اخر سنتين يرفض البحث، ويعطيك سبب، قد يقول لك انت ما استشهد، ولكن في اغلب الاحيان يقول لك والله للاسف يعني بحثك غير مناسب لمجلتنا مثلا. بينما بحث اخر يستشهد ببعض الأبحاث فننظر إلى بنظر إيجابية أكثر. طيب، يعني هذا مو ذنبي أنا طبعا إن بحثي لم أستشهد فيه ببعض أبحاثك، أنت قيم القيمة العلمية في هذا البحث، لا تحاسبني على أني ما استشهدت ببعض الأبحاث علشان مصلحة المجلة في رفع المعامل تأثيرها. يعني مو ذنبي أنا، مو مسؤوليتي أني أرفع معامل تأثيرك، خصوصا في المراحل الأخيرة من التحكيم. بعض المحررين يتبعون أسلوب مثل الابتزاز، إنه يرسل المؤلف بحثه، ينتظر أشهر على ما يجيه الرد، رد المحكمين، يطلبوا منه تعديلات، يسوي تعديلات، يرسل إلى المجلة، ينتظر أشهر إضافية، يجيه الرد، فيه تعديلات، يسوي التعديلات، يرسله مرة ثانية، يجي المحرر يقول والله إحنا سوف نقبل بحثك، وأنت يعني خلاص يعني وصلت في المراحل الأخيرة، ودنا بس لو تستشهد بكذا وكذا، فيضطر المؤلف بعد عناء طويل وانتظار طويل إنه يخضع لطلب المؤلف. هذا طبعا عمل غير نزيه. تفضيل الباحثين المعروفين والأسماء الكبيرة، يعني يجي شخصين مثلا، الشخص الأول معروف يقدم بحث، الشخص الثاني يعني باحث جديد يقدم بحث، وأيضا لنفترض أن الجودة متساوية، قد يقوم المحرر باختيار الباحث المعروف على حساب الباحث غير المعروف علشان الاستشهادات. طيب هذا ظلم، يعني أنا إيش ذنبي يعني، كيف أنا أكون معروف إذن يعني إذا ما يعني. بل قد يكون الباحث للشخص غير المعروف أعلى جودة، وأيضا لا يختار، يعني أيضا رجعنا أنه ارتفاع معامل التأثير بسبب الاستشهادات يأتي مع انخفاض في الجودة في المجلة. ظل الباحثين كثيرين نشر، هذا مو شرط أنه يكون معروف، لكن لما يكون أنا مثلا أنشر بحث ثم أجي وأنشر بحث آخر يتابع نفس الموضوع بستشهد ببحثي السابق، لما أنشر بحث ثالث بستشهد بالبحثين السابقين لأن أنا أتابع نفس الموضوع، لما أنشر بحث رابع بستشهد بالأبحاث السابقة. فلما يشوف المحرر أن هذا الباحث كثير النشر، إذا نقول خلينا ننشر بحث لأنه سوف ينشر زيادة ويستشهد بمجلتنا. أيضا هذا ليس اعتبار علمي لنشر المجلة، ليس علاقة بجودة البحث لقرار النشر.
فكل هذه الاستراتيجيات مثل ما قلت ليس لها علاقة مباشرة بالجودة، يمكن تصنيفها بأنها استراتيجيات للتلاعب بمعامل التأثير، وهو أشبه بالطالب الذي يسعى إلى رفع درجته في الاختبار على حساب المادة العلمية. هو المفروض يعني في العالم المثالي أن الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الاختبار أو في آخر الكورس تعكس مستواه التعليمي، مفروض يعني. ولكن أصبحت الدرجة أنه يجيب مثلاً A أو يجيب B مثلاً هي هدف في نفسها، حتى يعني يحاول الطالب أنه يصل إلى هذه الدرجة حتى لو كان على حساب الدرجة على حساب المادة العلمية، حتى لو يعني يركز على بعض الجوانب المهمة وهو لم يفهم بعض الأمور العلمية الأخرى، يقول لك المهم أني أجيب A مثلاً. أصبح الآن الدرجة نهاية الكورس هي هدف بذاتها وليس المادة العلمية. أيضا هنا في معامل التأثير أصبح معامل التأثير هدف في ذاته حتى لو على حساب الجودة العلمية. طيب يعني قد يأتي شخص يقول يعني أنت قاعد تتفلسف علينا وهذا معامل التأثير يعني شيء معروف وكل الجامعات وكل الدنيا وأنت جاي تتفلسف علينا، يعني هذا بحث يسمى عنوان البحث A User's Guide to Inflated and Manipulated Impact Factors، يعني لو ترجمها يعني للمستخدم لمعاملات التأثير المتضخمة والمتلاعب بها، يعني جايد لهذا، ويقول لك كيف ممكن استراتيجيات التلاعب. وهذا بحث منشور في مجلة معامل تأثيرها 4.0، ليست مجلة مغمورة مثلا والمحررين زعلانين انهم لم يصنفوا او كذا، لا، بحث في مجله مصنفه ومعروفه، وينشر بحث علمي محكم ينتقد معاملات التاثير ويصفها بانها جايد يوزرز جايد. تخيل يعني كيف يعني يقول لك اذا تبغى تتلاعب بمعامل التاثير 1 2 3 4، وكاتب فيها عن هذا الموضوع. هذا ليس رايي الشخصي انا فقط. بحث اخر توب 10 Journal Impact Factor Manipulation، حاط لك العشرة the top 10 يعني. أيضا هذه مجلة يعني هذا الاسم لاتيني عن مجلة عن المناعة، أيضا معامل تأثيرها عالي. هذا البحث Requiem for Impact Factors and High Publication Charges، أيضا المجلات خاصة المجلات اللي تأخذ رسوم نشر مجرد أن يرتفع معامل تأثيرها تزيد رسوم النشر لأنها هدف نهائي ربحي. أيضا هذه مجلة مصنفة. Worshipping false idols، لاحظ التعبير المستخدم، يعني عبادة أصنام باطلة، نقول لو ترجمناها يعني The impact factor dilemma. وهذا الكاتب هو محرر هذه المجلة نفسها، لاحظ هنا إديتوريال، هو محرر المجلة وينتقد هذه المجلة، وهي أيضا مجلة مصنفة، وهذا معامل تأثيرها أيضا يعني. حتى المحررين وليس فقط يعني مؤلف زعلان وراح كتب، حتى المحررين يعترفون بهذه العيوب يعني. ناخذ أمثلة أخرى، يعني في بحث نشر مؤخرا يعني بحث حديث حددوا فيه 5 عيوب لمعامل التأثير، بنمر عليها بسرعة. العيب الأول الردود والتعليقات والرسائل المحرر غير محسوبة، مثل ما قلت أنا من قبل يعني أنه هذه الأمور ليس لها أبستراك ملخص غير محسوبة. ففي هذا البحث الباحثين حاولوا يحسبوا أنه لو حسبنا هذه العناصر في معامل التأثير كم يتغير معامل التأثير. شافوا أن مجلة نيتشر مثلاً مجلة معروفة وقوية معامل تأثيرها 40 سوف ينخفض إلى 33، تخيل يعني 7 نقاط. مجلة ساينس معامل تأثيرها 37 سوف ينخفض إلى 29. لاحظ أن هذه مجلات قوية وكبيرة ومعروفة وتتعامل بهذه الاستراتيجيات، تخيل يعني. إذن أنا ما قاعد أتكلم عن مجلات ناشئة وصغيرة وتحاول ترفع، حتى
المجلات على مستوى نيتشر وساينس وسيل لاحظ عندهم هذه الاستراتيجيات. هذه مشكلة كبيرة على مختلف التخصصات. العيب الثاني اعتبار آخر سنتين فقط مثل ما قلت في البداية، يعني هو الديفولت إنه آخر سنتين فقط. طيب إيش حكمة آخر سنتين؟ إيش الحكمة يعني؟ ليش مو آخر ثلاث سنوات؟ ليش مو آخر سنة؟ في هذا البحث قارنوا ما بين البايوميديكال ريسيرش وتخصصات أخرى، فشافوا إن في البايوميديكال ريسيرش في السنة الأولى عدد الاستشهادات في كل بحث عالي ثم يرتفع، السنة الثالثة ينخفض. إذن في منطق يعني لما تحسب معامل التأثير في أول سنتين. في الفيزياء أيضا في السنة الأولى هذه الاستشهادات، في السنة الثانية يرتفع، في السنة الثالثة ينخفض. أيضا يعني في منطق أنك تستخدم سنتين لمعامل التأثير. بس في السوشيال ساينسز لاحظ معامل التأثير عدد الاستشهادات لا تنخفض، يعني مثلا في بعد 20 سنة مشابه تقريبا لبعد 3 سنوات معدل الاستشهادات لا ينخفض. ليش انت وقفت؟ لا اذا يعني ايش الحكمة يعني؟ ما هو الابحاث اللي نشرت قبل 10 سنوات و 20 سنة لا زالت مهمة، ليش انت استبعدتها من احتساب معامل التأثير؟ وهذا احنا في العلوم الاجتماعية والسوشيال ساينسز نشوف ان احنا لا نستشهد فقط في الابحاث اللي في اخر سنتين، ابحاث لاخر 5 سنوات وعشر سنوات قد نستشهد بها لانها لا زالت يعني لها علاقة. سايكولوجي في علم النفس ايضا لاحظ كيف الانخفاض، يعني ما هو ذاك الانخفاض ايضا يعني. فالبحث هنا شوف بعد 12 سنه تقريبا مساوي تقريبا لبعد سنتين، ما في ذاك الانخفاض، فما في مبرر انك تحسب معامل التاثير بعد سنتين فقط في كل التخصصات وتعمم على كل التخصصات بمبدا واحد. العيب الثالث حساب الوسيط المتوسط وليس الوسيط، هو المين وليس الميديان، لأنه مثل هذا يعني لو على السريع بس أتكلم، مثلا مجلة سيل مثلا هذا البنفسجي يعني أغلب الاستشهادات تحصلها ما بين 10 و20 تقريبا، يعني هذه أغلب الاستشهادات، وثم ينخفض عدد الاستشهادات. عدد الأبحاث اللي 50 استشهاد أقل، ل80 استشهاد أقل، لأكثر من 100 استشهاد فجأة. فلما تأخذ المتوسط يكون معامل تأثير سل 30، بينما لو تأخذ الوسيط وتستبعد هذه الفئة القليلة يكون تقريبا يعني ممكن 20 مثلا. ما حد لا يأخذ الانحراف المعياري، هذا معروف في الإحصاء إن المتوسط يتأثر بالانحراف المعياري ولا يأخذ الوسيط، فطريقة حسابها أيضا فيها إشكالية. العيب الرابع تفاوت في معامل التأثير بين التخصصات، مثلا في الطب معامل التأثير قد يصل إلى فوق 200 حسب لما سوي هذا البحث، المقارب 200. في الرياضيات على حاجة ممكن يوصل 5. هذه مشكلة يعني لما تقول والله أنا يعني نشرت في بحث في مجلة معامل تأثيرها 5، في أي تخصص؟ الرياضيات أو أنت توب، في الطب لا، 5 ايش 5؟ عدد هذا في مؤخرة المجلات انت. ولهذا النظر الى الرقم معامل التأثير بحد ذاته بدون النظر الى باقي المجلات وترتيب المجلات والكوارتايلز وهذه الامور ايضا يعني فيها اشكال. العيب الخامس التضخم في معامل التأثير بسبب كثرة الباحثين وليس ارتفاع الجودة. ففي عام 97 كان معامل في متوسط معامل التأثير هنا تقريبا، ثم زاد في عام 2007، في عام 2016 زاد، وهذه الزيادة في معاملات التأثير للمجلات في المتوسط ليست بسبب زيادة جودة الأبحاث مع مرور السنوات، وإنما لكثرة الباحثين وكثرة الاستشهادات وكثرة المجلات تزداد وكثرة الحركة العلمية. هذا التضخم يعني لدرجة أن مجلة الكانسر جينال فور كلينيشنز في عام 2022 وصل معامل تأثيرها إلى 500، يعني تخيل معامل تأثير مجلة وصل إلى 500، يعني ممكن بعد سنتين 3 4 ممكن يصل إلى 1000، ما ندري وين رايحين يعني معاملات التأثير. إذن خلاصة الكلام، ما معنى عبارة لما شخص يقول مبروك أنت نشرت بحث في مجلة مصنف؟
ايش معنى لما تقول له مبروك؟ ايش معنى لو بغينا نترجم هذه بحسب كلام لحد الان؟ ايش ترجمه هذا الكلام؟ معناها مبروك على نشرك لبحث في مجله سبق وان نشر فيها ابحاث مهمه في السنتين الماضيتين. لا لا، يعني ما في منطق الان، يعني المفروض تقول لي تقيمني على جوده بحثي، تقول والله انت نشرت بحثك في مكان السنتين الماضيه نشرت فيه ابحاث مهمه. ما ايش علاقتي انا اقيم بحثي انا؟ يعني ما تقيمني بحسب وعاء النشر يعني. وايضا حتى هذه الترجمه غير دقيقه. ترجمة الأدق هي مبروك إن بحثك نشر في مجلة سابقة وأن نشرت فيها أبحاث استشهد بها كثيرا السنتين الماضية. لأن قلنا إحنا كثرة الاستشهاد بحد ذاتها ليست مؤشر دقيق على جودة البحث، لأن هناك طرق كثيرة لزيادة الاستشهادات. فأيضا يعني نرجع نقول الحكمة تقول لي يعني حتى أنت ما قريت بحثي عشان تبارك لي، يعني كثرة الاستشهادات لا تقتضي جودة البحث، هذا معروف يعني، وقلتها لا تقتضي ضعف البحث. بعض الأبحاث يحتاج لخمس سنوات، عشر سنوات، 15 سنة قبل ما تطلع القيمة العلمية لهذا البحث ويطلع تأثيره على التخصص، وهذا شيء معروف يعني. كيف أنت تحصر معامل التأثير في آخر سنتين فقط؟ فهل يصح للأكاديميين والعلماء أن يكونوا منقادين لمنتج تجاري؟ في النهاية شبكة العلوم الويب أوف ساينس هي شركة تجارية وتبيع يعني معامل التأثير تقريبا لكل جامعة ب50,000 ريال. يقول لك والله هذا منتجنا وهذه الطريقة اللي تحسبها، أنت تأخذه وتقيم على موظفينك سلوكهم البحثي وتوظيفهم وترقياتهم كله مبني على هذا رغم العيوب اللي فيه. المفروض الأكاديميين يكونوا مستقلين عن الشركات هذه لهدفها يعني ربح مادي يعني. مع أنه بالمناسبة أنه شبكة العلوم بالخصوص يعني بياناتها سرية، وكيف تحسب هذه سرية يعني حتى لا نستطيع أن نتحقق من دقتها، هذه مشكلة يعني. طيب في النهايه يعني ممكن شخص يقول والله انت قاعد تتفلسف كلامك طويل عريض، احنا كل جامعاتنا وكل الناس تاخذ شبكه العلوم وانت جايب لي نفرين ثلاثه وواحد محرر شكله افتتاحيه بالغلط ينتقد معامل التاثير. ما هو راي المنظمات العالميه في 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 معامل التاثير؟ نبدا بدورة سان فرانسيسكو ديكلاريشن اون ريسيرش اسسمنت اللي انشئت في عام 2013، واهم توصياتها يجب ان يعتمد تقييم الباحث على جوده ابحاثه وليس على تصنيف المجله. يعني بديهي يا اخي، ايش يعني سلامات، يعني ايش منتقد الكلام؟ يعني تبغى تقيمني قيم بحثي، مش عليك انت تقيم المجله بما ان المجله معامل تاثير كذا. اذا بحثك اقرا بحثي وقيم بحثي، يكون بحثي سيء ونشر في مجلة مصنفة. ممكن أي واحد ممارس في التخصص تمر عليه هذه الحالة، بحث سيء منشر في مجلة محكمة ومصنفة تصير كثير، وبحث ممتاز منشر في مجلة يعني ليست قوية. فأنت المفروض التقييم يكون على البحث يعني، ليس على وعاء النشر. وهذا إعلان سان فرانسيسكو النسخة العربية، يعني هو مترجم إلى عدة لغات. يقول لك ان استخدام معامل التاثير كاداه تقييم للبحث تشوبه الكثير من العيوب، خلل كبير في توزع الاقتباسات بين المجلات المختلفه، اعتماد خصائص معامل التاثير في التخصص، انواع متعدده من المقالات كالمقالات البحثيه للمراجعه النقديه، يعني مثل ما قلنا من قبل، امكانيه التلاعب بقيمه معامل التاثير من خلال سياسه التحرير مثل ما قلنا، البيانات المستخدمه لحساب معامل التاثير غير متاحه للعموم وتفتقد للشفافيه مثل ما قلنا، ويب ساينس لا يتيح بياناته، وذكر يعني ضروره الابتعاد عن معامل التاثير وكذا وكذا وكذا، عدم استخدام معايير تقييم تعتمد على المجلات مقياس لجوده المقالات او لتقييم المساهمات العلميه او للبت في قرارات التوظيف او الترقيه او ضروره تقييم البحوث على اساس قيمتها الحقيقيه وليس على اساس المجله التي تنشر فيها البحوث. منطقيا يعني ما نحتاج نقول هذا الكلام يعني. طبعا هذه دورة يعني سجلوا فيها اكثر من 21,000 واكثر من 158 اورجنايزيشن منظمه حول العالم يؤيدون يعني هذا المبدا يعني. The Leiden Manifesto for Research Metrics، هذا يعني منظمه اخرى
هذا بحث نشر في مجلة نيتشر المعروفة في عام 2015، قدموا مجموعة من المعايير لتقسيم أبحاث وترجمت إلى 25 لغة ليس منها العربية لحد الآن. فهذا البحث، هذه صورة الصفحة الأولى من البحث في مجلة نيتشر The Leiden Manifesto. ولاحظ الصورة الرمزية هنا، هذا شخص فيلسوف قاعد يفكر، وجاي شخص عالم من بعيد عند أداة لقياس حجم الجمجمة. لاحظ يعني قياس حجم الجمجمة إيش علاقة بالعلم والفلسفة اللي قاعد يطلع هذا؟ اسمع للشخص وقيمه، مو تروح تقيس جمجمة. يعني هذه الصورة الرمزية إيش اللي قاعد يصير حاليا في معامل التأثير. فمنهم أيضا يعني يقول من عيوب معامل التأثير أنه أنه الأبحاث المحلية لا تعطى قيمة. أغلب المجلات المصنفة العالمية لا تركز على الأبحاث المحلية. طيب بعض الأبحاث المحلية مهمة، طيب والأبحاث غير اللغة الإنجليزية؟ أغلب المجلات المصنفة باللغة الإنجليزية، هذا فيه تهميش للغات الأخرى. The older you are, the higher your H index, even in the absence of newer papers. معنى هذا الكلام بأنه يعني H index هذا هو أحد معايير التقييم، اللي هو بعدد الأبحاث وعدد الاستشهادات على الباحث وليس على المجلة. أنه حتى لو شخص توقف عن البحث العلمي، حتى لو مات، يقول يعني سوف يرتفع الـ H index حقه فقط لأنه نشر قبل يعني. فما ليست علاقة على ليس لها علاقة مباشرة بجودة الأبحاث. Reading and judging a researcher's work is much more important appropriate than relying on one number. ما تقدر تأخذ نمبر واحد 4.332 مثلا اللي حق المجلة تقول والله هذا بحث ممتاز، أما بحث آخر نشر في مجلة 3.221 مثلا، لا هذه 3 وهذه 4، إذا هذا البحث اللي نشر في مجلة 4 ما في منطق يعني. أيضا قررت إحدى الجامعات الهولندية التخلي عن معامل التأثير في قرارات التوظيف وقرارات التقية. هذه المجلة هذه الجامعة عفوا الهولندية هي تعتبر المجلة رقم واحد في هولندا بحسب تصنيف شانغهاي الأخير. يعني أيضا ليست جامعة مغمورة وما هي قادرة توظف أحد وقالت يلا إلغوا معامل التأثير علشان يجون ناس، لا، هي الجامعة الأولى في هولندا بحسب تصنيف شانغهاي. ومع هذا أصدرت قرار قال لما يجي الشخص يتقدم للوظيفة يقيم بحسب جودة أبحاثه وليس وعاء النشر الذي نشرت فيه أبحاثه. منطقيا يعني من زمان يعني. وهذا أيضا الخبر أيضا في مجلة نيتشر نشر عنه، University Drops Impact Factor. Staff at الجامعة الهولندية will be assessed through commitment to open science. يقول لك formally abandoning impact factor in all hiring and promotion decisions. طيب ما هي البدائل يعني في نهاية هذه المحاضرة؟ يعني قد يتساءل شخص في النهاية، أوكي يعني قبل لا تنهي المحاضرة وتقول مع السلامة، طيب إيش البديل؟ يعني أنت تقول معامل التأثير، إيش البديل يعني؟ فعن أنه البديل الأول مثل ما قلت أنه تقييم الباحث بحسب أبحاثه. يعني مثل لما الشخص يتقدم للترقية يرسل أبحاثه لمحكمين، محكمين يقيمون الأبحاث وليس للنشر بحد ذاته. لكن أيضا هذه فيها عيوب، يعني لابد أن نعترف بهذه العيوب، أنه لا يكون هناك معايير واضحة تؤدي إلى تقييمات متناقضة وتدخل فيها الواسطة والمحسوبية أيضا بسبب عدم وجود. فهذه إحدى المشكلات التي قد يدخل فيها هذا البديل. البديل الثاني، الأخذ بالاعتبار كون المجلة مصنفة أم لا فقط وليس كم معامل التأثير، سواء كان معامل التأثير واحد أو معامل التأثير 5 أو معامل التأثير 10 أو معامل التأثير 500 مثل ما شفنا المجلة الكانسر اللي من شوية. لأنه مثل ما قلت من البداية، التصنيف تصنيف المجلات هو بمثابة اعتماد المجلات، فالمجلات التي صنفت استوفت المعايير
الحد الأدنى من المعايير الجودة. إذن خلاص ماذا منه نشر فيها، إضافة إلى طبعا التقييم البحث نفسه أيضا، يعني يعني ممكن يستخدموا مع بعض. الثالث، ليش ما يكون معامل التأثير؟ ليش يبنى على الاستشهادات؟ إيش الحكمة الاستشهادات بالذات؟ يعني هذه من الخمسينات، هذا اللي سوى معامل التأثير في الخمسينات اللي تكلمنا عنه بداية المحاضرة، هو اللي جاب فكرة الاستشهادة. طيب ليش الاستشهادات؟ ليش؟ طيب ليش ما تقيم المجلات بجودة الخدمة اللي تقدمها، سرعة التحكيم؟ ناس كثير يشتكي من بطء التحكيم، ناس كثير تشتكي من إن التحكيم سيء، المحكمين ما هم عندهم جودة عالية، أو ما في شفافية مثلا. كذا هذه الأمور اللي تهم الباحث. الباحث لما يجي ينشر، المفروض يعني ما يهم أنه قبل سنتين في واحد مشهور نشر بحث فيه، ايش دخلني أنا يعني. وواقعا هناك معامل تأثير أنشئ مؤخرا مبني على الشفافية، هذا الموقع اسمه توب فاكتور، والمجلة الأولى عالميا في الشفافية اسمها ميتا سايكولوجي، ومعامل تأثيرها هو 27. فتعامل هذه هي معايير الشفافية اللي تؤخذ بالاعتبار، وكل مجلة تصنف بشكل شفاف بحسب شفافيتها، وليس أهمية الأبحاث التي نشرت سابقا وعدد الاستشهادات التي حصلت عليها. في الختام يقال: change is always accompanied by uncertainty and resistance, especially when the stakes are high. طبعا لما نتكلم عن معامل التأثير وكيف نظام الجامعات، الستيكس ار هاي اكيد، يعني اكيد في uncertainty يعني، فلابد نحن كأكاديميين ان ننظر في الامر ونفكر في هذا الامر ونتناقش في هذا الامر وننظر الى العيوب اللي تكلمت عنها في هذه المحاضرة، وما هي البدائل وما هي عيوب هذه البدائل، ونكون في تطور مستمر، ولا نكون معتمدين بشكل أساسي على تصنيف يقدمه لنا شركة هدفها المادي، هدفها مادي ربحي صرف. وشكرا لاستماعكم، وهذه بيانات التواصل في حال أي أحد رغب أن يتواصل معي، وأرحب بجميع الأسئلة والاستفسارات، وشكرا لإصغائكم. جزيل الشكر لسعادة الدكتور علي الحوري على هذه المحاضرة الثرية، على هذه النصائح القيمة والإضاءات التي كانت بمثابة الصوى في طريق الباحث العلمي عندما يريد أن ينشر بحثاً علمياً في مجلة علمية ذات معامل تأثير مرتفع. جزاكم الله خيراً.